اليوم إن شاء الله راح شرفنا حضوركم في فعالية تكريم المبدعين والمخترعين في كافة المجالات والحائزين على براءات اختراعات محلية ودولية. يصادف اليوم ذكرى اليوم العالمي للملكية الفكرية اللي يكون 26 أبريل من كل عام. هذا اليوم تأسست فيه المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي لها أهداف عالمية فيما يتعلق في نظام الحماية وتسجيل العلامات التجارية براءات الاختراع وحق المؤلف. طبعا شنو هي الملكية الفكرية؟ الملكية الفكرية هي نتاج الفكر من إبداعات واختراعات سواء في مجال الملكية الأدبية كحق المؤلف والحقوق المجاورة أو الملكية الصناعية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع. هذه الحقوق إذا لم تتم حمايتها بشكل فعال وآمن ستكون عرضة للانتهاكات والاعتداءات. ولله الحمد الكويت سباقة في نظام الحماية سواء في الانضمام إلى معاهدات دولية اللي هو المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو أو تريبس وغيرها من المنظمات العالمية، أو على الصعيد الداخلي قامت الكويت بإصدار العديد من القوانين فيما يتعلق بالحماية سواء قانون براءة الاختراع أو قانون العلامات التجارية أو قانون حق المؤلف، وآخر قانون صدر اللي هو قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة. هذا القانون شنو سوى؟ هذا شدد الحماية فيما يتعلق بالعقوبات التي أصبحت رادعة الآن، وأيضا تطرق إلى اللي هم الحقوق المجاورة اللي هم الأداء والممثلين والفنانين وغير ذلك. اليوم ومن خلال كوكبة من المخترعين رأينا أن نجتمع معهم لتكريمهم وإبراز دولهم وما قاموا به من اختراعات وشنو الأشياء اللي واجهوها والصعوبات وكيف قاموا بتسجيل ملكيتهم الفكرية. وأنا حابة أيضا دعيت مجموعة من طلبتي طلبة كلية القانون ليتشرف بوجودهم علشان يسمعون شنو الاختراعات اللي قمتوا بها وين وصلتوا وشنو اللي راح تضيفونه للبلد وتقومون في تنمية المجتمع. يعطيكم العافية جميعا وشكرا. الآن يتفضل الأستاذ خالد سويفان لإلقاء كلمته. في البداية مبارك عليكم ما تبقى من شهر رمضان المبارك، أعد الله علينا عليكم بالخير واليمن البركات. احنا الأمانة يعني سعيدين في تواجدكم وفي هذا التكريم اللي هو الأمانة أقل ما ممكن أن يقدم لكم على أعمالكم على عطائكم على ما قدمتوه من إبداعات وأفكار واختراعات. دائما جمعية المحامين تحرص بأن يعني يكون للمبدع والمفكر ولكل مخترع أهمية في عمل اللي قام فيه، ومن هذا المنطلق يعني حرصت جمعية المحامين بإنشاء مركز الملكية الفكرية على يد دكتورة نور، والأمانة في سنوات نقابية سابقة قام بهذا المركز بالعديد من الأعمال والدورات وورش العمل، وامتد هذا العمل إلى العام النقابي الحالي. دائما يعني نحرص وهو يعني محل فخر واعتزاز عطائكم اللي تقومون فيه من إبداعات واختراعات، وهو يعني مو فقط جمعية المحامين، المفترض أيضا يكون هناك إسهامات من مؤسسات المجتمع المدني ومن جهات حكومية بحفاظ على الدور الكبير اللي تقومون فيه. أيضا سبق وأن دعونا هذه الدعوة، ونكرر أيضا في هذا المناسبة أن ندعوكم بأن لكل مخترع أو مبدع يعني وفق قانون حق المؤلف بأن جمعية المحامين تشرك في المساهمة في حماية حقوقه من خلال مركز الملكية الفكرية، وهو هذا أقل دعم تقدمه جمعية المحامين الكويتية للمخترعين والمبدعين. ما في كلمة أقدر أضيفها لعملكم وإبداعكم اللي قلتوه لنا قليل في حقكم. أكرر تهنئتي لكم في هذا اليوم المبارك اللي الأمانة يوم مفخرة لنا جميعا بأن نكرمكم التكريم اللي مثل ما قلت لكم بسيط على عملكم على عطائكم، وبإذن الله نلتقي وياكم إن شاء الله في مناسبات أخرى. كل الشكر للأستاذ خالد سويفان، والآن فليتفضل الدكتور مشاري المطيري لنقل تجربته في مجال إبداعاته واختراعاته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مسي عليكم بالخير وتقبل الله طاعتكم جميعا. حاب أشكر الأخوان في جمعية المحامين على هذه الدعوة، وخاص بالشكر الأخ شريان الشريان وأخ الأستاذ خالد سويفان والأخت الدكتورة نور العبد الرزاق على هذه الدعوة واهتمامهم في الشباب. والأمانة يعني أفتخر أني أكون أنا واحد وسط هذه النخبة أو هذه الكوكبة، الأمانة نفتخر فيها جميعنا. يعني شكرا على هذه التزكية.
في البداية يعني خلني أتكلم عن التجربة، لكن بحاول أختصرها كثر ما أقدر، بحاول أختصر يعني ماني بي أكون نيجاتيف، بكون إن شاء الله بوزيتيف. طبعا احنا كان عندنا عقدة قبل نيجاتيف وبوزيتيف، ها، لكن بنكون إن شاء الله خلاص راح زمان كوفيد، لكن بنريد نقول إن شاء الله بنكون بوزيتيف. يمكن الكل سمع في من ناحية خصوصا التربة النفطية الملوثة وحرق الآبار اللي حدثت. تعتبر الكويت هي أول دولة بالعالم خذت تعويضات بحدود 880 مليون دينار كويتي، والكويت أول دولة بالعالم خذت تعويضات خصوصا في الجانب البيئي. في شيء يقلع عندنا بعد ما صار الغزو العراقي، صار عندنا تربة نفطية ملوثة بعد ما دمروا هذه الآبار بحدود 798 بير بحدود 22 مليون متر مكعب، وهذا يعتبر أكبر تلوث بالعالم في كوكب الأرض حصل عندنا في الكويت. التلوث هذا استقطب جميع الشركات العالمية، لذلك اليوم قبل 6 أشهر بلشت أول مناقصة في الكويت بعد 30 سنة لأجل معالجة هذه التلوثات النفطية. طبعا بالسنين السابقة ما حد الأبحاث وغيره من الجهات الحكومية حاولوا أنهم يجتهدون يعني يجدون طريقة معينة لأجل هذه المعالجة، لكن بالنهاية كان فيها نوع من التحديات، وأغلب الشركات هذه وصلت إلى مرحلة خلاص يعني أعلنوا استسلامهم، فاستل على قولتهم في ترايل أند إيرور. للأمانة يعني الموضوع هذا أخذ نوع من الشغف بالنسبة لي أنا شخصي، فحطيت في بالي والله ليش ما أقوم وأنفذ هذا المشروع. دائما يمكن أنا عندي 6 اختراعات، ولا اختراع من الستة قلت والله بسوي اختراع الفلاني، فعلا ولا اختراع، هم بروحه يعني الله سبحانه وتعالى يهبني على الطريق هذا بحيث بالنهاية تطلع عندي فكرة اختراع. فأتذكر أن في ذيك الفترة لما سويت الريسيرش لقيت أن أغلب الشركات وقفت، خصوصا يعني أنا قاعد أتكلم خلنا نكون واقعين شوي، 880 مليون دينار كويتي لأجل تراب وجه العدو يأخذونه وينظفونه، فكان يعني مطمع لأكبر الشركات العالمية. فلما قعدت أسوي الريسيرش معي لقيت الشركات هذه أغلبها وقفت، طورت التكنولوجيا معينة خلال دراسة الدكتوراه ولقيت تكنولوجيا صديقة للبيئة باستخدام الماء، فكان بالنسبة لأغلب الشركات تشاينيز يعني شلون بالله بالماء تفصل النفط، اختصر الخواتي صبغ الأظافر تقدر تشيلها بالماء؟ ما تقدر تشيلها، تحتاجين إلى أسيتون، تحتاجين إلى سولفنت بحيث أني أنا أقدر أشيلها، لكن بالماء ما يصير. لكن اليوم احنا خلينا الماء يتمثل كأنه أسيتون، لذلك انا اتذكر بالفايبا لما كنت اناقشهم يقولوا لي شلون، فاقول لهم الايه وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني قبل 1400 سنه لو نرجع لتفسير الماء هذه بس بالتفسير كلمه حي دليل على قطبيه الماء، وجود الشحنات الموجبه والشحنات السالبه. الحين في شيء قلنا نسميه احنا قوه تنافر، شنو قوه تنافر؟ يعني يكون موجب وموجب يتنافرون من بعض، فنفس الشيء احنا حطينا ان زدنا الشحنات السالبه في الماء والمواد النفطيه فيها الشحنات سالبه، فصار نفس شلون السيارة تطق بعضها، فقدرنا نتخلص من المواد الهيدروكربونية، وقدرنا نفصل الأويل أو النفط من طبقة التراب نفسها وفصلناها. يعني كانت هذه من يعني يمكن أنا قاعد أختصرها قاعد أقول فصلناها، كلمة فصلناها هذه قعدت معي 5 سنوات عشان أوصل إلى كلمة فصلناها. بالنهاية توصلنا إلى طريقة، والطريقة هذه كانت صديقة للبيئة، وتوجهنا أذكر الأخوان في الكي ام بي سي والكي او سي، قلت لهم اليوم والله يا جماعة حنا عندنا تكنولوجيا وهذه موجودة، الكوست علي أنا شخصي، وخلنا نطبق التكنولوجيا. نجحت كان بيها، ما نجحت بالنهاية الخسارة راح يكون عليك أنت. ففعلا الأخوان في القطاع النفطي حبوا الفكرة، وبالنهاية يعني ما حد راح يدفع شيء، يعني أنت راح تنفذ. وفعلا جبت المعدات كلها كاملة من from A to Z وخليتها automated system بحيث ان انا التراب اخذه واحطه بالسيستم وبالنهاية يصير عندي بيتش ساند، يعني تراب كأنه مال البيتش، يعني كأنه تراب ابيض بوجه العدو يعني. فطبقت مع الاخوان في الكي ام بي سي، كان اول بايلوت. كان الشركات الكومبيتيتورز او الشركات المنافسة الهدف مالهم يقللون التلوث من 100,000، يعني كان الاكسبتبل ليفل لازم يخلونه اقل من 10,000. فلما اروح عند الشركات كم جبتوا الليفل؟ قالوا والله احنا قللنا من 100,000 خليناه 18,000 20 22، وهم مطلوب لازم يكون اقل من 10,000. فقلت الستيل يعني قاعد اشوف الشركات قالوا احنا راح نقلل اقل من 10,000 لكن بعد 6 اشهر. لما بلشت التجربه مالتي قدرنا نقلل من 100,000 الى اقل من 1,000 خلال ساعه، فكان بالنسبه لهم يعني شيء doesn't make sense يعني شلون. فخلونا يعيد المشروع لمدة شهر في الكي ام بي سي، وخذيت اعتماده، وخلوني يعيد التجربة مرة ثانية أو المشروع مع الأخوان في القطاع النفطي في الكي او سي، وخذيت اعتماده، وتعتبر أول تكنولوجيا كويتية اعتمدت في القطاع النفطي from A to Z.
فتوجهنا حق الإخوان مع حق الهيئة العامة للاستثمار. لذلك أنا أشوفها أنه من واجب بطني. البعض ما يتفق يقول والله هذا اختراع ليش ما تأخذه من ناحية البزنس وانت تستفيد منه، لكن أنا أشوف أن اليوم إحنا ككويتيين في قارب واحد، بالنهاية إحنا مو عارفين التشالنج، إحنا عندنا تحديات، وإحنا التحديات اللي عندنا 20-35 عندنا تحديات كثيرة. فقلت اليوم أنا ملتزم أني أنا أسوي تنازل باسم هذه الدولة ونوظف شباب كويتي ونأسس شركة حكومية، وفعلا تم تحقيق هذا الحلم اللي أنا أسميه، وأسسنا شركة حكومية مملوكة حق الهيئة العامة للاستثمار، وخذينا أول مناغصة بالقطاع النفطي بالكويت، تأخذها شركة وطنية، وبالنهاية على قولتهم خدمة شيء سعايدة، يعني الفلوس تطلع من وزارة المالية وترجع لوزارة المالية. اللهم إذا في بيد راح يكون حق رواتب الشباب الكويتي، لكن بقدرة قادر أنت عارف نظام الفرقة الرئيسية الموجود هني، تم تشكيل لجنة ووقفوا الاختراع عن التطبيق بالكويت. لكن بالنهاية لما وقفوا الاختراع ممنوع يطبق في الكويت هذا الاختراع، لكن بالنهاية هذا الاختراع أصبح يدرس في مناهج وزارة التربية. فأنا اليوم ما نحطه والله خلاص وقف الاختراع لازم الواحد خلاص يصير يتحلطه، لا بالعكس، أنا أخذه من البوستيف ساين أن الاختراع هذا اللي تم توقيفه اليوم أقلب الأولاد بالمدارس بالصف الرابع لما يشوفون هذا الاختراع مطبق ويشوفون هذا الاختراع، صار في نوع من الحماس بالنسبة للاختراع، وصار أنا عندي من داخل من يعني من نفسي من داخل كانت هي على قولتهم بداية الحلم في شغف عالم الاختراعات. فمن هذا الاختراع بلشت فضل الله سبحانه وتعالى طلعت معي 6 اختراعات ثانية. لذلك يمكن أوصل رسالة وصلها لنفسي قبل ما أوصلها لكم، don't give up مثل ما يقولون، يعني احنا الكويت تطلب منا الكثير. اليوم احنا في تحديات، منها انا رد واقولها عندنا تحديات 2035. فاليوم اذا كل واحد على اي عرقلة او على اي ستيب وقف، صدقني ما راح نعدي التعديات الجاية، لكن الواحد مثل ما يقول إن شاء الله بإذن الله قادم راح يكون أفضل والقادم أجمل، والكويت تستحق منا الكثير الكثير. وكرر شكري حق الأخوان في جمعية المحامين على هذه الدعوة، وأعطي المايك وأعطي الفرصة حق أخواني اللي معي. مشكرين. نشكر الدكتور مشاري المطيري، والآن ننتقل إلى الأستاذ المخترع عادل وصيص وليتفضل لنقل تجربته. شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم الصحة والعافية على الدعوة الجميلة والطيبة منكم، وشاكر والله جمعية المحامين على هذه الدعوة الطيبة اللي استضافونا فيها، وشكر موصول للدكتورة نور على هذا المجهود الطيب. لأن الأمانة يعني من خذينا الجوائز ما شفت يعني أي جهة حكومية أو جهة مثل نفع خاص أن استدعونا أو حاول يكرمونا، فالبادرة كبادرة منكم تستحق منا كل شكر وتقدير. احنا بنتكلم على الاختراع والابداع بنفسه. احنا مشكلتنا يعني قبل يومين كان في يوم الابداع والابتكار العالمي، هذا اليوم مر مرور الكرام دون اي اهتمام من الدولة. يعني هذا اليوم لازم له اهمية من الدولة، ولازم له يعني صدى من الدولة. وشاكر والله جمعية المحامين على هذه الدعوة الطيبة اللي استضافونا فيها، وشكر موصول للدكتورة نور على هذا المجهود الطيب. لأن الأمانة يعني من خذينا الجوائز ما شفت يعني أي جهة حكومية أو جهة مثل نفع خاص أن استدعونا أو حاول يكرمونا، فالبادرة كبادرة منكم تستحق منا كل شكر وتقدير. احنا بنتكلم على الاختراع والإبداع بنفسه. احنا مشكلتنا يعني قبل يومين كان في يوم الإبداع والابتكار العالمي، هذا اليوم مر مرور الكرام دون أي اهتمام من الدولة. يعني هذا اليوم لازم له أهمية من الدولة، ولازم له يعني صدى من الدولة، لأن الدول تعتمد على الابتكار وعلى الإبداع. أنا لما زرت إكسبو كان فيه الجناح الألماني وكان فيه جناح ثاني حق ألمانيا، منطقة اسمها بادن باد. هذه المنطقة لها جناح مستقل فيها في إكسبو، يقولوا حنا نفتخر ان حنا ثاني دولة بالعالم نصرف على الابداع وعلى الابتكار. الناس تشوف ان الابداع والابتكار هو فرصة ان يكون مدخول للدول. الدول ما تعتمد على الموارد النفطية والموارد المادية، هذه مصيرها للتغير او مصيرها للنفاذ. مشكلتنا عدم الاهتمام بالابتكار والابداع، وانه مصدر مهم للتطور والدخل. فلما تشوف مثلا الدول العالمية مثل سويسرا، هي الدولة الأولى في عالم الابتكار والاختراع. هذه الدول جبارة ليش؟ لأنها تهتم بالاختراع، تهتم بالفكرة وتحاول تطورها.
احنا مشكلتنا ما في هذا النوع من الاهتمام من جميع الجهات ولا حتى بيننا احنا كمخترعين او جهات. مفروض ان احنا نتطور ونتعاون. شعار اكسبو كان شعار جميل جدا، تواصل العقول لصنع مستقبل افضل. انا لما عقلي يتواصل مع عقولكم اقدر اوصل ما ابي اوصله لكم، استفيد من خبراتكم تستفيدون من خبراتي لصنع مستقبل مشترك بيننا كلنا. هذا المستقبل ما يخصني ولا يخصك ولا يخصك ولا يخص عيالنا، مستقبل يخصنا كلنا ويا بعض. انا اللي بقوله ان حنا في مؤخرة الدول العالم هي، وكذلك في مؤخرة الدول الخليجية. هذا شيء جدا محزن. لما دخلت الجناح السويسري قريت سويسرا البلد الاول في عالم الابتكار، انا اقراها الكويت البلد الاول في عالم الابتكار. لازم يكون لنا طموح كبير ان نقدر نوصل بهذا الابتكار بهذا الاهتمام من الدولة على جميع الأصعدة. وبالنسبة للاختراع اللي عندي انا بفضل الله عز وجل عندي 4 اختراعات. الاختراع الاول كان حزام الغاز عن طريق حادث أليم في البيت للأمانة، وقدرت اني اقدر اتعامل مع المباني العالية. ووصلت الى اختراع اللي هو الري بالبخار البارد. احنا مشكلتنا بدولة الكويت الحبيبة والدول الخليجية عامة أنا قاعد نعتمد على مصدر وحيد للمياه. هذا الطريقة أو هذه الفكر ما هي سليمة، ويجب تنويع مصادر الاعتماد المائية. وكذلك طريقة تحلية المياه فيها عدة أمور غير سليمة، من أهمها اللي هو أن في أمام كل محطة من محطات الكويت من 5 إلى 6 كيلو هي مناطق معدومة بيئياً. فقدرت بطريقة معينة أني ألعب على درجة الضغط والحرارة أني أقدر أبخر الماء وأكثف مرة ثانية بحيث أن يحصل على ماء بدون المشاكل البيئية. وبالنهاية شاكر لكم وشاكر حسن تعاونكم، وإن شاء الله نقدر أكون وصلت رسالة لكم، وجزاكم الله كل خير. نشكر الأستاذ عادل على هذه الكلمة الطيبة. ننتقل الآن للدكتور منصور فليتفضل لنقل تجربته فيما يتعلق في اختراعه. احنا علينا أن نكون أولا أكثر تفاؤلا في موضوع الاختراعات، وخاصة في موضوع الحقوق بالملكية الفكرية. طبعا احنا يمكن مشكلتنا الرئيسية عندنا في الدولة، أو مو بس حتى عندنا في دولة، يمكن أنا أختلف مع المهندس عادل فيما ذكر عن ان الكويت متاخره. لا، احنا متاخرين، بالعكس احنا متقدمين، لكن احنا تنقصنا احنا في دول الخليج ثقافه الاختراع وتسويق براءات الاختراع، وايضا عمليه الايمان في هذه الاختراعات بحيث يتم تمويلها. لا يمكن ان ياتي شخص ويقوم بعمل اختراع ما لم تكن هناك تمويل. اذا نرجع على المربع الاول، هو موضوع تمويل الأبحاث والاختراعات العلمية. إحنا للأسف يعني نسبة ضئيلة جدا من الدخل القومي يصرف على في مجال الأبحاث. الدول العالم المتطورة لو شفنا النسب دخل هذه الدول تجدها مرتفعة جدا في تمويل الأبحاث العلمية. لذلك أنا أعتقد إحنا يمكن تنقصنا كثير من التشريعات. أعضاء مجلس الأمة أنا أعتقد لهم دور كبير في ذلك. يجب أن يتبنوا التشريعات اللازمة لحفظ حقوق المخترعين في الدرجة الأولى. إذا كنت تبحث عن الاختراع، إذا كنت تبحث عن تكنولوجيا جديدة تكون الدولة هي الرائدة في هذا المجال، فإذا عليك أن يعني تشجع وتحفز الباحثين والمخترعين لجلب التكنولوجيات الجديدة اللي من شأنها أن تنافس التكنولوجيات المتوفرة تجاريا وعالميا. هذه من جهة. أنا أعتقد واحدة من الاقتراحات اللي إحنا حقيقة وجهناها للحكومة أن لابد أن يتم إنشاء هيئة البحث العلمي. هيئة البحث العلمي أنا أعتقد جدا مهمة، هي المسؤولة عن سن القوانين، هي التي تنظم الموارد المالية التي تقدم في تمويل الأبحاث، هي من تدير هذه العملية البحثية بشكل مباشر، طبعا حال أو أسوة في الدول المتقدمة.
أما بالنسبة لتجربتي في مجال البحث العلمي والاختراع، بحكم عملي أنا في معهد الكويت للأبحاث العلمية، عندي 21 براءة اختراع، يجري تسجيل 4 براءة اختراع. بالأمس بلغونا أن أحد براءة الاختراع تم الموافقة عليها، راح يتم الإعلان عنها إن شاء الله بعد أسبوع. وأيضا المعرفة على موضوع المعرفة، نقل المعرفة العلمية من خلال طبعا المخرجات البحثية اللي احنا قاعد نقدمها، أكثر من 100 ورقة علمية تم طبعا نشرها عبر المجلات العلمية المحكمة والورش العلمية والمؤتمرات العلمية لنقل المعرفة. طبعا مش كل شيء يخترع لابد أن ينقل لنا، لابد أن يتم المحافظة على بعض المعلومات، وهي تحديدا النوهاو في التكنولوجيا الجديدة. أنا راح يعني أعطي لمحة سريعة عن حكايات 21 اختراع بشكل سريع. أولا التحديات الموجودة عندنا بالدولة، احنا دولة الكويت للأسف ثاني أفقر الدول عالميا في الشح بالموارد الطبيعية للمياه العذبة بعد جيبوتي. بمعنى احنا لا نملك أنهر، لا نملك بحيرات قليلة الملوحة، لا نملك مصادر مائية طبيعية نستطيع الاعتماد عليها. لذلك يعني لله الحمد يعني الساحل المطل على الخليج العربي مع تطور تكنولوجيات التحلية مكنت دولة الكويت من تبني تكنولوجيات رائدة بحيث أنها تزودنا في المياه الشرب لسد حاجة المستهلكين بشتى أنشطتها، أيضا سواء كانت أنشطة تجارية صناعية وغيرها. الآن يمكن البعض يتساءل، طيب التكنولوجيات موجودة، هي فعلا الأفضل اللي قاعد تقدم عندنا في الدولة، لكن مشكلة أنظمة التحلية مكلفة اقتصاديا، أيضا لها تبعات بيئية، بالإضافة إلى أنها أيضا توجد كثير من المشاكل الفنية. احنا بدينا في براءة الاختراع في تبني تكنولوجيات من شأنها أن تعال. احنا خل أبدأ أول شيء منظومة التحلية. دائما احنا عندنا فكرة أن محطات التحلية هي تنتج مياه صالحة للشرب، لكن واقعا هي تنتج مياه راجعة، هي حقيقة يعني تؤذي البيئة البحرية بكميات كبيرة. احنا تقريبا يعني بالكويت بس نطرد او يتم تصريف فوق 2 مليار جالون امبراطوري الى مياه البحر الخليج العربي، وهذا له اثر سلبي بالغ على البيئة. لذلك لابد ان نبحث الان عن البدائل. اولا هناك مجموعة من براءة الاختراعات اللي عندي وجهت في عملية استخلاص المعادن والأملاح الثمينة من المياه الراجعة من محطات التحلية، بحيث أن يتم استغلال هذه الأملاح والمعادن، بحيث أنه ممكن أن يكون هناك مورد جديد يضاف لدخل القومي للبلاد عن طريق يعني بيعها كمواد خام. بالإضافة إلى ذلك عملنا تكنولوجيات في مجال تطوير تقنيات تحلية المياه باستخدام النظم الغشائية، وهذه النظم جئنا بتكنولوجيات جديدة. أحد هذه النظم على سبيل المثال المحكمين في الولايات المتحدة الأمريكية أوصوا بأن يتم توثيق النظرية اللي وثقت في براءة الاختراع، وهي عملية دمج ما بين نظرية التناضح المباشر والتناضح العكسي التي استخدمت في منظومة واحدة وغشاء واحد، وهذا أول مرة يتم يعني تقدم على مستوى العالمي ونجحنا فيه. وطبعا هناك أيضا براءة اختراع في تحلية التجميد، هناك براءة اختراع أيضا في عمليات معالجة المياه بطرق أيضا غير تقليدية. جاءتنا شركات عالمية لتبني هذه التكنولوجيات، لكن للأسف رجعنا على المربع الأول، ما عندنا قوانين تتيح لمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن تسوق. ليش؟ لأن إحنا جهة حكومية غير مربحة، وإحنا داخل يعني نعاني من هذه الإشكالية، وإن شاء الله يدري إن شاء الله معالجتها بحيث أن يتم استغلال هذه البراءة الاختراع لتحويلها من مظلة البحث العلمي إلى مظلة التسويق التجاري، وبذلك يتم استغلال والاستثمار في عقول الباحثين إن شاء الله، ويكون هذا بحد ذاته مورد الدولة. وأنا شاكر لكم على حسن الاستضافة، وإن شاء الله يعني فعلا هذا تحفيز للباحثين، ونأمل إن شاء الله بمزيد إن شاء الله من التعاون مع الأخوة المخترعين في المستقبل المنظور. قواكم الله. نشكر الدكتور منصور أحمد على نقل تجربته الرائعة، والآن ننتقل إلى المخترع حسين بومجداد لنقل تجربته في مجال اللي هو كوارث والحرائق، وعنده أداء آلية لفتح أبواب الطوارئ لنشرها بالكويت وتبنتها عديد من الشركات، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير، وشاكر الاستضافة من جمعية المحامين الكويتية والحضور الكريم. ما راح نطول عليكم إن شاء الله باختصار. ما قصروا ربعنا المخترعين والمبتكرين، عطاكم نبذة، كل واحد عطاكم نقدر نقول الجو العام بالكويت، نقدر نقول الحاصل بالكويت، بس إن شاء الله احنا نكون إيجابيين أكثر شوي. على طول بدش بالموضوع. اختراعي أداة فتح الأبواب للطوارئ ويستخدم للطوارئ، أنا ضابط إطفاء. كل يوم نمر في حوادث يومية بالبيوت، اليهال اللي يكفرون على نفسهم الباب، تكرمون بالحمام، بالحريق، حالات الإنقاذ، حتى بمؤسسات حكومية دائما قفلة الباب تسوينا مشاكل، وعندنا أجهزة أمريكية أوروبية معتمدة نستخدمها في فتح الأبواب. لكن هذه الأجهزة والمعدات فيها سلبيات كثيرة طول الفترة، وتسبب كسر في الباب، وتسبب كذلك إصابات في حالة الطفل المحجوز داخل غرفة. هذا أعتقد في كل بيت صارت فيه، يعني إن وجدت مثل ما يقولون هي الحاجة هي أم الاختراع. شوفوا حين لقينا مشكلة ولا بد أن نلقى لها حل. أنا بحكم دوامي ومجال عملي هني يسمونه، خلنا أوضح أكثر، الإبداع الوظيفي. أنت كموظف في جهة حكومية لازم تبدع في مجالك، تدور الحلول والمشاكل اللي موجودة. أنا لقيت حل لهذه المشكلة، ابتكرت معدة بسيطة نقوم في يعمل فيها رجل إطفاء في فتح الباب بثواني ومن غير كسر الباب. هذه المعدة بتكنيك معين، وهي مانيول، يعني ما هي جهاز إلكتروني ولا معقد ولا شيء. بشكل بسيط طورتها وعملتها وسوينا تجارب فيها ونجحت بنسبة أقدر أقول أكثر من 95%. اللي على ظهر أنا بدوري رحت حق مسؤولي، وإلى مسؤول العود، إلى المدير، سوينا برزنتيشن وجربناها مرة ومرتين، ولما شفنا نجاحها في تطبيقها في مجال عمل، على طول هني يدور المسؤول. المسؤول اللي قاعد نتكلم عنه مثل ما ذكر الدكتور مشاري مساع، يوم عطوه البروف في مجاله، أنا عطوني بروف بس شنو؟ أنا تم تطبيقه في جميع مراكز إطفاء الكويت قاعد تستخدم حاليا. طبعا بدعم من مراكز عدة، من أهمها مركز صباح الأحمد مول الإبداع، النادي العلمي الكويتي، يعني صراحة ما قصروا معي بشكل شخصي يعني. وكذلك بالنسبة إلى ذكر أخوي من مساء التسويق، والواحد شلون يتعب على نفسه ويروح يجتهد ويسوق عمله بالطريقة الصحيحة. الحين في وسائل كثيرة بالتسويق، والتسويق عامل مهم، يعني حتى حق إخواني المخترعين ولا حتى حق اللي مقبل لمجال الاختراعات، بأن التسويق عامل مهم في عملية إبراز هذا الاختراع حق المجتمع وحق العالم. بعدين مثال مشاركة في مؤتمرات، مشاركة في معارض الاختراعات، كذلك المشاركة فيها الجمعيات النفع عام هذه اللي تبين دور الاختراع والمساهمة شنو دوره في المجتمع. الحمد لله رب العالمين صنعنا منه منتج كويتي وحاصل على براءة اختراع. ترى أنا عندي اختراع واحد، ماني عندي واحد ولا خمسة ولا عشرة، عندي اختراع واحد، والحمد لله هذا الاختراع واحد وصلنا مو بس بالكويت، لا وصلنا بالخليج، صدرنا من الكويت. لا أنا سويت شركة وبعته يعني وشروه، والحين إن شاء الله في قطر كأس العالم موجود في جميع المباني للسيفتي وقاعد يستخدمونه، وكذلك موجود في عمان وإن شاء الله قريبا بالسعودية. فبالنهاية هذا الاختراع وهذا النموذج اللي سوينا وصلنا إن شاء الله إذا وجد الحين بالخليج، بكرة إن شاء الله بالعالمية، بجهود طبعا أشخاص حوالي، وإن شاء الله نسأل الله التوفيق في مجالي ونسأل الله التوفيق لكم، وشاكر الاستضافة هذه الجميلة من جمعية المحامين الكويتية، شكرا لكم. نشكر المخترع حسين بو مجداد على نقل تجربته، والآن ننتقل إلى المخترع سلمان العتيبي ليشرح لنا اختراعه وبراءاته. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، مبارك عليكم العشر الأواخر. معاكم سلمان العتيبي، مهندس ميكانيك. اليوم بتكلم لكم عن الابتكار والاختراع، لكن بالبداية
أحب أشكر جمعية المحامين الكويتية على هذه الفرصة وتكريمهم لنا والجمعة الطيبة للأمانة مع إخواني وخواتي المخترعين والمخترعات الموجودين في هذه القاعة، وأنا جدا سعيد أن أقول لكم تجربة الابتكار كجمعية المحامين الكويتية. جمعيتنا في العام أنا بدأت في جمعية نفع عام النادي العلمي الكويتي من عام 2005، كان عمري تقريبا 9 سنوات. في 2005 بدأت أتعلم على العلوم بطريقة أني أستعمل إيدي، درست في قسم الهندسة، قسم الميكانيك سيارات، درست في قسم الكيمياء والإلكترونيات والفيزياء وعدة أقسام أخرى. فالنادي العلمي الكويتي للأمانة ما قصر، كجهة حكومية تبناني ودربني وعلمني. أنا ممكن أختلف عن كل الآراء اللي طرحت في البداية أن دور الحكومة أنها تدعم المخترعين، لا بالعكس هم ما قصروا ويانا. غير هذا الحكومة درستني، درست في أمريكا على حسابها وكملت بكاريوس، توظفت، رأيت أن الانتماء الحقيقي إذا أنا عندي ابتكار واختراع أني أضيفه إلى البيئة اللي أنا موجود فيها، سواء كان في العمل نفس ما ذكر أخوي حسين بو مجداد أو في الحياة اليومية. فليس بالضرورة أنك تكون مثلا مخترع مع خلفية هندسية، ممكن أنك تكون مخترع وأنت فنان، ممكن تكون مخترع وليس له علاقة يعني بالشيئين مع بعض. فلذلك من وين أبدأ لكم القصة؟ أبدأ لكم مثلا من النادي العلمي. بالنادي العلمي يوم وصل عمري 12 سنة حطيت تحدي لنفسي أو هدف، قلت أنا أبي أصير أصغر مخترع كويتي بالكويت، لأن بالنادي العلمي الكويتي كان هناك شباب أكبر مني سنا مثل صادق قاسم إذا سمعتوا عنه، عنده اختراع دخون كان في بوتيكات، المخترع الطبيب محمد العلي كان قدوتي. فبديت أحط لي هدف أني أنا بصير أصغر واحد. فبديت أفكر شنو عندنا مشاكل بالكويت، حوادث السيارات بشكل يومي، وشنو النوع من الحوادث هذه، اليوترن اللي الواحد يدش ياخذ فوق تحت تدعمه سيارة من الصوب الثاني، شنو السبب؟ السبب عدم تقدير سرعة السيارة المواجهة لها. فبدأت كنت وقتها بصف السابعة والثامنة متوسط، كانت عندنا معادلة سرعة تساوي المسافة على الزمن، معادلة بسيطة جدا. فقلت شلون أقدر أسوي اختراع من المعادلة هذه، فبدأت في تصميم أجهزة موجودة بالشارع تحسب لي من أول مقطع السنسر الأول يروح للسنسر الثاني، يوقف يحسب المسافة بين السنسر الأول والثاني، كم التايمر اللي اشتغل من البداية للنهاية، يعطيني السرعة يرسل إياها بثواني للسيارة اللي ناطرة في اليوتيرن. هذا الاختراع تسجل، حصلت عبارات اختراع في عام 2013 كنت في المرحلة الثانوية. من ثم بعد 4 سنوات تفاجأت أن هذا الاختراع قاعد يستعملونه شركة فورد للسيارات، لأن شركة فورد بدأت تصنع سيارات ذاتية القيادة. فالسيارة ذاتية القيادة شلون تعتمد على اللوجيك، أن مثلا أنا الحين باللفة شلون أطلع منها، فبدأوا يطورون على هذا الاختراع. 2014 كنت في أمريكا، والبيئة في أمريكا يعني الأدوات موجودة، لكن أتيت بعقل كويتي، عقل محب للورشة العمل، عقل محب للمختبرات. فبدأت أني أعيش بالمختبر والورش العمل في جامعة تمبل في فيلادلفيا، هزته وتحطه تحت المخدة، فأنت كل يوم تتفاجأ على هزة من غير ما يصدر صوت، من غير ما يزعج الآخرين. بدأنا في تسجيله من ثم توقفت، لأن ما كان عندي شيء إضافي، وهذا يسمونه الإخوان أعتقد المحامين أن تجيب حقوق، مو حقوق بالإنجليزي كليمز يسمونهم كليمز، أن أنا لازم أتميز عن الشيء الثاني. فأنا خسرت هذه البراءة اختراع. بعدين بالسنة الثالثة الجامعة أنا أحب السفر، وواجهت مشكلة في السفر أن لما أنتقل من مدينة إلى أخرى ما يمديني أودي ملابس المسبقة. فقلت ليش أني أنا أشيل معاي ملابس واجد أنا أنتقل من مدينة لمدينة. فبدأت أفكر أني أسوي لي جهاز عبارة عن غسالة متنقلة حجمها تقريبا 30 سنتي تتصفط إلى 10 سنتي دائرية الشكل، أحطها بالجنطة معي، متى ما وصلت فندق أفتحها أحط ملابسي بصابون ماي، تشتغل مدة تقريبا من نص ساعة لثلث ساعة تغسل ملابسي. فلما بحثت عن عجبتك بالي فيوم بحثت حبيب فيوم بحثت عن الاختراع هذا ممكن تقريبا يعني الفكرة كان مشروع تخرج، لكن أنا كنت حاط لي خطة قبل مشروع تخرج، أنا ما راح أقضي وقتي بالجامعة على شيء بس أني أخذ حق درجة. وهذه نصيحتي للإخوان يعني طلبة الهندسة،
حاولوا انكم تسوون مشروع تخرج انكم تستفيدون منه من خلال الكورس الاول الكورس الثاني سنه التخرج. اذا انت في انتظار الوظيفه مشروعك تخرج انقله وياك كشركه، اسس لك شركه انقلها وياك الى يعني السوق الماركت. فالمشروع هذا تقريبا الفئه المستهدفه لها 5 ملايين مستخدم في الولايات المتحده الامريكيه، لان كان دراستنا فيها. يشتغل بالطاقه الشمسيه، سهل الاستخدام، بطاريته تعطيك عمر 3 غسلات 4 غسلات. هذا اخر شيء وصلنا له، وانتظار شهاده براءه اختراع ان شاء الله. ومشكورين ونتمنى انكم استفدتوا في هذا الشيء. انا كان ودي اقول شيء اكثر عن الابتكار والاختراع، لكن ان شاء الله في المرات الجايه، وعسى الله يوفقكم ان شاء الله. مشكوره دكتوره. نشكر المخترع سلمان العتيبي على نقل تجربته الرائعة في اختراعاته. المثل يقول ختامه مسك، وأنا طبعا نصيرة المرأة نختمها مع المخترعة فرح المطوع. فلتتفضل. بدايتي كانت مع النادي العلمي، كنت في الصف 8 أو 7 متوسط، فيتني مدرسة الكهرباء عندنا في المدرسة فقالت لي عن المسابقة وإن ذي أحب أشارك فيها. فأنا أول ما سمعت بالمسابقة ما توقعت إن هي راح تكون عبارة عن اختراعات أو شيء بمستوى كبير. عبالي المسابقات البسيطة اللي هي الليجو أركبها وخليها تمشي وبس. فقلت أوكي خل أشارك. عقب ما رحت هناك حضرت اللقاء التنويري، شفت كمية الدكاترة الجامعة الموجودين هم اللي راح يكونون محكمين، وشفت أفكار الطلبة الثانيين، صار فيني لا أنا لازم أشارك في هذه المسابقة وأجيب مركز. فبديت أفكر شنو راح أسوي أول شيء، شنو الاختراعات. سويت أكثر من فكرة، وآخر شيء استقريت على فكرة اختراع الأول وهو حذاء السكري الذكي. طبعا هذا فكرة الاختراع يتني من يدتي الله يرحمها، كانت مريضة بالسكر وشفت الأشياء اللي هي تعاني منها، فقررت أني أسوي هذا الاختراع. والحمد لله فزت بالمركز الأول على مستوى المجال، والمركز الثالث على مستوى الكويت. عقبها بديت أحب مجال الاختراع، فقعدت أشارك في كل المسابقات اللي تمر علي، سواء كانت في النادي العلمي أو برا النادي العلمي. بعد سنة تقريبا سويت اختراعي الثاني، هو أبحر بأمان، وهو نظام حماية للقوارب يحميها من حالات الحريق والغرق والاصطدام. وعقبها بعد سويت اختراعي الثالث اللي هو خلاط الإسمنت الذاتي، والحمد لله يعني حصلت في الثلاث اختراعات على جوائز محلية وعالمية، وشاركت في أكثر من محفل دولي مسابقات مختلفة، وأيضا حصلت على جائزة من مسابقة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز كأفضل طالبة متميزة لسنة 2020 أو 2022. وبس يعطيكم العافية، وحابة أشكر جمعية المحامين على دعمهم المستمر لنا واستضافتهم. شكرا. كل الشكر والتقدير للأستاذة فرح المطوع. والآن راح نكرم المخترعين على إبداعهم واختراعاتهم، وآخر شيء طبعا نبيكم تنتقلون برا بعد شوي عشان تشوفون كل واحد يشرح لكم اختراعه على الطبيعة، وإذا كل واحد تحبون تستفسرون منه أيضا يعني ما في أي مانع. حياكم الله.